أنني أصلي جميع الصلوات مع الجماعة إلا صلاة الفجر، فإني أصليها في البيت بعد طلوع الشمس، لأني لا أفرغ من عملي إلا في ساعة متأخرة من الليل، وبذلك أنام متأخرا ولا أستطيع القيام من النوم إلا في التاسعة صباحا، فهل علي من إثم؟ نعم عليك إثم عظيم في هذا، قد ارتكبت خطأين عظيمين. الخطأ الأول ترك الصلاة مع الجماعة، والصلاة مع الجماعة واجبة، والخطأ الثاني وهو أشد إخراج الصلاة عن وقتها، والعمل والسهر بالليل ليس عذرا في ارتكاب هذه الجرائم. عليك أن تصلي الفجر مع الجماعة وتخفف من السهر، لأن تنام من الليل ما يحصل لك به الراحة وما تستطيع معه القيام لصلاة الفجر، إن صلاة الفجر مقدمة على العمل الدنيوي، يجب أن تكون صلاة الفجر مقدمة على أعمال الدنيا وأن تحسب لها حسابها، فلا تجعل الفرصة للعمل الدنيوي وتؤخر الصلاة عن وقتها ومع الجماعة، بل الواجب العكس، أن تجعل الصلاة هي المقدمة وأن تحسب لها حسابها وأن تحافظ عليها، وبعد ذلك تتجه إلى العمل المناسب الذي فيه مصلحتك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.